أكد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لهيئة صندوق العمل تمكين حرص الهيئة على إقامة الشراكات التي تساهم في رفد المواطنين البحرينية بالمهارات التي من شأنها جعلهم الخيار الأمثل للتوظيف في جميع القطاعات الحيوية، متطلعا إلى تحقيق أكبر قدر من الفائدة من خلال صياغة البرامج التي تعزز من مهارات الخريجين البحرينيين للحصول على فرص عمل ذات مردود مجز، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال الشراكات العديدة مع المؤسسات الكبرى في القطاع الخاص. وكان التمكين وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة فايفز الدولية للصناعة الهندسية لبحث أوجه التعاون المناسبة لتدريب وتأهيل البحرينيين في المجال الصناعي بحضور برناند رينو بابر السفير الفرنسي لدى مملكة البحرين. وتهدف هذه المذكرة إلى المساعدة في تعزيز كفاءات البحرينيين من خلال سد فجوة المهارات في هذا القطاع، تماشيا مع أهداف تمكين في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف. وللقاء المزيد من الأضواء عن هذه المذكرة التفاهمية مع مجموعة فايفز الدولية للصناعات الهندسية معنا عبر الهاتف السيد يوسف علي المدير التنفيذي لدعم العملاء. سيد يوسف، بداية نرحب بك، ولو تطلعنا على أهمية توقيع مثل هذه المذكرات التفاهمية مع منظمات دولية ذات كفاءات مشهودة عالميا في مجال الصناعة الهندسية في النهوض بقطاع الشباب. مساء الخير. طبعا الاتفاقية أو مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها مع مؤسسة فيفز اللي هي مؤسسة عالمية معروفة في المجال الصناعي، عريقة جذورها تمتد لأكثر من 200 عام، عندها 100 شركة حول العالم في أكثر من 30 دولة، تمتلك عمالة متخصصة جدا يبلغ عددها أكثر من 8000 شخص بالنسبة طبعا لتمكين. بالنسبة لتمكين شراكتها مع هذه الأسماء الدولية تفتح المجال، مثل المذكرة التفاهم اللي تم توقيعها تفتح لنا المجال للدخول في شبكة هذه الشركة حول العالم لتدريب بحرينيين سواء داخل البحرين في وظائفهم أو من خلال ابتعاثهم في مهمات عمل ممكن تمتد لسنة واحدة. تدعم تمكين هذا التوجه وتستغل تواجد الشركات الدولية العاملة في البحرين مثل فيف للاستفادة من تواجدها والاستفادة من خبراتها ونقل هذه الخبرات إلى البحرين اللي تنعكس على طبعا واقع الشخص في عمله وتطوره وأيضا على المؤسسات التي يعملون فيها. نعم سيد يوسف، بلا شك هناك خطط استراتيجية مستقبلية تتطلعون لتنفيذها في صندوق العمل، الهدف هو دعم وتطوير الكفاءات البحرينية، حبذا لو تطلعنا عليها، وأيضا ما هي مجالات هذا الدعم لديكم؟ طبعا بالنسبة لتمكين هي تتعامل مع واقع متغير، مع سوق تتغير متطلبات باستمرار، ولذلك فإن محاولة وضع حلول متوافقة مع الحاجات الموجودة في أولوية تمكين. عما قريب سنعلن عن حزمة من البرامج الجديدة أو البرامج الموجودة التي تم توسيع أطرها لتشمل سد حاجات جديدة في طبعا عملنا المتعلق بدفع تقدم القطاع الخاص على وجه التحديد، وإعطاء الفرص أيضا لخلق مجالات عمل جديدة للشباب البحريني. نعم، إذا السيد يوسف علي المدير التنفيذي لدعم العملاء في صندوق العمل تمكين، شكرا جزيلا لك.